تبدأ الحياة ويبدأ يوم جديد بنشر نوره الوضاء في كل مكان ليضيء الطريق أمام تلك الخطوات التي تسعى من أجل تحقيق هدف هذا الإنسان الذي وجد في هذا المكان، حيث لا بد له أن يكون هنا ليستنير من كل الأنوار التي تضيء من حوله، وإلا سوف يعيش حياة بدايتها الانحراف ونهايتها الشقاء والحرمان. لذا فإن الجميع هنا وفي كل مكان يحرص وبشدة على تعليمه وتنويره وتحقيق متطلباته ورغباته والمحافظة عليه من المخاطر والأشرار والاستفادة من أفكاره ومواهبه وإبداعاته قدر الإمكان، ليكون النور الذي سيضيء الطريق أمام من سيخلفه في كل زمان. تولي مملكتنا الرشيدة الطالب عناية فائقة، لأنه رجل المستقبل وهو محط آمالنا جميعا بإذن الله تعالى في الريادة والقيادة في المستقبل. إذا علينا أن نوليه اهتماما كبيرا لكي يصبح بإذن الله تعالى رجلا نافعا يقود إلى أن نتسنم بإذن الله ذرى المجد والرفعة في هذا الوطن. ومن منطلق هذه البداية بأهمية الطالب والحرص عليه من الجميع في هذه المدرسة وفي كل المدارس، هل نحن قادرون على أن نكتشف حال التناقض والإزدواجية في السلوك والأخلاق والمعاملات والتفكير والشعور لديهم؟ وهل هم قادرون على أن يدركوا هذا التناقض وما يترتب عليه من مخاطر؟ يتعرض الطالب بالفعل لمشكلات متعددة خاصة في مرحلة المراهقة العمرية، ومن أهم المشاكل التي يتعرض لها السرحان، التمرد على السلطة الوالدية وعلى أنظمة المدرسة وعلى تعليمات المدرسة، العناد، الكذب، السرقة، الغيرة، الخجل، الانكفاء، الانطواء، النشوق، الشمة، الإهمال الدراسي، التقاليع. ومن أهم وأخطر هذه المشكلات هي مشكلة التدخين. كانت بداية ظهور التدخين مع البداية التي كشفت للعالم القديم العالم الجديد على يد الرحالة الشهير كريستوفر كولومبوس في عام 1492 للميلاد، حيث لاحظ أن بعض سكان سلفادور يدخنون التبغ، كما وجد الهنود الحمر في جزر البحر الكاريبي يدخنون الطباق ويستخدمونه في الطقوس الدينية ويعتقدون أن له فوائد علاجية، ولربما كان هذا الاعتقاد هو السبب الحقيقي في انتشاره في أوروبا في القرن 16. ولقد دخل التبغ إلى شرق الوطن العربي عن طريق تركيا في القرن 17، ثم إلى المغرب العربي بواسطة بعض التجار، ثم إلى باقي الدول العربية.
وهو اليوم معروف بأشكال متعددة، منها السجائر العادية وهي الأكثر شيوعا، والسيجار، والغليون، والشيشة، والنشوك، وغيرها من الأشكال التي انتشرت في كثير من دول العالم، واتسعت دائرتها لتشمل ملايين الأفراد في مختلف المستويات الاجتماعية والعمرية. والله الوقوع في هذه العادة الخطيرة أكتر شيء سببها هو أن الطالب بيحب نوع من التقليد، بيجيله نوع من التقليد، هو بيشوف أحيانا بيشوف الأفلام، بيشوف المسلسلات، بيشوف الممثلين بيدخنوا، يبدأ إن هو يعني عايز يقلدهم، بيختلط بشباب غير صالحين، يعرضوا عليه التدخين، وربما في الأول طبعا بيعرضوها كده كنوع من الهدية أو بتاع. في أي مرحلة تدرس؟ أنا طالب أدرس في مرحلة أولى ثانوي. أنا طالب أدرس في ثالث متوسط. حدثني عن بداياتكم مع التدخين، متى بدأت بالتدخين؟ بدأت التدخين أنا في صف أولى متوسط. بدأت التدخين أنا في صف خامس ابتدائي. من الذي أثر عليك حتى وقعت في التدخين؟ والله أثر علي أصحابي. من أثر علي؟ والدي. لقد بدأوا ووقعوا في فخ هذه الآفة الخطيرة وأصبحوا كذلك، وتوهموا بأن السعادة هي في الحال التي هم عليها، فهل هم اليوم رفقاء سوء أم أنهم أناس بريئون يحتاجون لمن يمد لهم يد العون؟ كيف سيكون شعورهم إذا اكتشفوا في يوم ما أن بدايتهم كانت نحو طريق الخطأ؟ طريق الخطأ، طريق الخطأ، طريق الخطأ. المدارس معاقل التربية، والطالب لا يبدأ التدخين من المدرسة، وإنما يسمع عن التدخين من بعض زملائه ومن العاملين أحيانا بالمدرسة، ويرى نماذج تمارس عادة التدخين أمامه فيحب أن يقلدهم لأنه في هذا السن ميال للتقليد. أصبح لتنوع الأنشطة الرياضية عاملاً أساسياً في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب التي تجعلهم محصنين بإذن الله تعالى من الآفات الخطيرة التي تهدد صحتهم وحياتهم. صحتهم وحياتهم. الذي يسبب وفيات أكثر على مستوى العالم، هل هي حوادث السيارات أم التدخين أم الحروب؟ أعتقد التدخين. والله أتوقع أن التدخين. أعتقد أن التدخين. الحروب بلا شك. أنا ما أعتقد أن التدخين لأنها ظاهرة سيئة منتشرة. وحينما نقوم بجلب علبة سجائر وكأس من الماء، ثم نقوم باستخراج سيجارة واحدة فقط، ونقوم بفتها جيدا واستخراج كل كمية التبغ التي بداخلها، فإن هذه الكمية القليلة والتي لا تساوي سوى 10 جرامات فقط
إذا ما وضعت وسكبت في كأس من الماء وخلطت جيدا، فإن هذا الخليط لو شرب دفعة واحدة لكان كافيا لقتل إنسان بالغ على الفور في غضون ساعات معدودة. طبعا هو السجائر بالذات فيها مواد خطيرة جدا، مواد سامة جدا للجسم، يمكن عدوها يمكن تتعدى 4000 مادة كلها عبارة عن مواد هيدروكربونية. المواد دي أخطرها طبعا مادة النيكوتين، أخطرها مادة القار، في غازات بتنبعث سامة زي غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. إن الله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث رحمة بهم، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة على تحريم كل ضار بالجسم أو مؤذن للجار أو متلف للمال. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله هو التدخين السلبي ده عبارة عن إن الإنسان ما بيدخنش، ولكن بيجلس في بيئة ناس فيها بيدخنوا، يعني ممكن يجلس مع شباب بيدخنوا هو بيدخنش، أو والده في البيت بيدخن، فبيستنشق الغازات المنبعثة من المدخن بما فيها من الأشياء الضارة بجانب هواء الزفير بتاع الإنسان المدخن. أنا أرى أنه من الضروري حمايتنا من المدخن. المدخن مو بس يضر نفسه، حتى يضرنا احنا معه. أنا أشوف التدخين أكبر ملوثات على الإطلاق، أنه يضر في العمل، في أماكن العامة، إذا كان في مدخن في العائلة كمان، في الأسرة يعني. العقوبات الشديدة هي أفضل حل لحمايتنا من التدخين. يكفينا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي استطلاع الرأي أجري 116 طالبا في إحدى مدارس مدينة جدة، تبين من خلال نتائجه أن 50% من الطلبة أحد أفراد أسرتهم يدخن التبغ، وأن 50% منهم لديهم أصدقاء يستخدمون التدخين. أما الذين لديهم أصدقاء يدخنون أمامهم فبلغت نسبتهم 44%. أما الطلبة من غير المدخنين الذين حصل لديهم رغبة أو ميول في التدخين فبلغت نسبتهم 34%. وفي سؤال طرح بالاستطلاع عن الاعتقاد بوجود فوائد للتدخين، يرى 5% منهم بأن التدخين له فوائد تعود على صحة المدخن. يعني 50% من الطالب أحد أفراد أسرته يدخن التبغ، فلا شك أن هذه إشكالية كبيرة. لا شك الأب قدوة في بيته، الأخ الأكبر قدوة ايضا لاخوانها من الاخوان الصغار، لانه يحاكيهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم، ولا شك انها سوف تنعكس سلبا على هذا الابن، وبالتالي يمارس هذه العاده السيئه وكانها عاده يعني طبيعيه ممكن يمارسها اي فرد اي انسان، وتنشا معه هذه العاده للاسف الشديد يعني مع الايام. ايضا لابد ان يتابع ابن هذه المرحله لصاحب من يرافق من الاصدقاء، متابعه ولكن بأسلوب حسن. الحمد لله بواحة من حادي، الحمد لله فتاحة من شادي، محامدا تكررت لربنا نقول ومجملة من كل مرفوعة من فادي. ابتدت التدخين المرض سرطان، يصير كل يوم سرطان، ما عنده إلا خمس أدخان، الدخان ما يفيد زي الشيطان، وسوس فيك لين يصير عنده إدمان، الدخان يضعف جسم الإنسان، الدخان هذا لله فيه عصيان، ونصيحتي لكم لا تدخين يسبب الموت بعض الأحيان، وهذا الدخان ما له فائدة إخوان، وسلامتكم. رغم الاحتياطات والتدابير التي تؤخذ في البيوت والمدارس وأماكن العمل وفي أي مكان،
فإن ظاهرة التدخين آخذة في الانتشار بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، خاصة بين صغار السن الذين أصبحوا الهدف الأسمى لدى شركات التبغ والتي تقوم بممارسات خبيثة لنشر ثقافة التدخين باصطياد طلاب المدارس من خلال نشر حملات دعائية عبر الأحداث الرياضية والأفلام السينمائية والحفلات الغنائية وفناني العالم المشهورين. فمن هم أموات اليوم من أثر التدخين؟ أليسوا هم من كانوا بالأمس صغارا في السن وطلاب مدارس؟ أليسوا هم من خدعوا بصحبة هذا السم القاتل الذي جلب لهم الأمراض وأودى بحياتهم؟ أنا أحد أقربائي تفهم التدخين، كان يدخن مدة 16 سنة، بعد ذلك أصبحت تقيه دم، فراجع المستشفى تبين لدي سرطان في الرئة، بعد ذلك توفى رحمه الله. أنا خالي كان يدخن، وفي يوم من الأيام كان جاي من العمل وأغمى عليه ونقلنا للمستشفى، توفي هناك الله يرحمه، وبين لنا الطبيب أن السبب الرئيسي هو التدخين. واحد من أقاربي كان يدخن وتوفي فجأة من التدخين وعمره في العشرينات. اعلموا إخواني الطلاب أن ما لحق بأقاربنا وأحبائنا من أضرار الصحة والعقول سوف يلحق بكم لا سمح الله إذا لم تدركوا أنفسكم للإقلاع والابتعاد عن مصدر هذا السم المميت. لا شك أن النتائج التي سوف يجنيها الطالب عندما يمارس هذه العادة السيئة في مرحلة عمرية مبكرة لا شك أنها نتائج وخيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا أقول أنه من أبرز النتائج حقيقة التي أظهرت خطورة هذه العادة ما يتعلق بصحة الإنسان. أوفار والعموم وفي اختصار شديد حياتي ومعاناتي مع التدخين والشيشة والممثل يغنى العظام والعظام مجرحنية العملية استيصال كامل للحجرة والخصم الهوائية والغدة الدرقية وضلات البلع والعباد الصوتية وكي أفقد حياتي ولا لا أتكلم إلا عبر هذا الجهاز جهاز التقاطب الذي ترونه ولا تنفسه إلا عبر هذه الفتحة في أسهل الحق في أسهل الحق ولله الحمد والمنة على كل حال. متى يأتي اليوم الذي نرى فيه بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا وأسواقنا وفي كل مكان خالية من هذا التدخين الضار؟ ومتى تنتهي هذه الظاهرة من حياتنا حتى تبقى أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا في صحة وسلام وأمن وأمان؟ ومتى يحين الوقت الذي يعي فيه عقلنا ويدرك معاني الخطر الذي يكمن وراء هذا السم المميت؟ إذا ثبت أن التدخين قاتل فلا تكن أنت ابن الطالب أحد ضحايا. ثبت للتدخين أضرار فأرجو الإقلاع عنه. التدخين ضار جدا 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 بالصحة، نصيحتي ليكم عدم التدخين.